عملية القرعة بخصوص المراحل الثلاثة بخصوص ترتيب المترشحين من حيث المقاعد، القرعة الثانية بخصوص الجواب عن السؤال الأول نشرة في عملية القرعة بالنسبة لترتيب المترشحين من حيث المقاعد من اليمين إلى اليسار. المترشح الثاني السيد عبد المجيد تبون. المترشح الخامس والأخير السيد عبد القادر بن قرينة. واطلع فوق. ما عادش تطلع فوق. ثقة برك. تاريخ الانتخابات.